أهلا بكم مشاهدي سات نيوز في كل مكان. نقدم لحضراتكم جولتنا الإخبارية اليومية ونبدأ معكم بأهم العناوين. قداسة البابا تودروس الثاني يدشن أول دير بإيطاليا بمشاركة سفير مصر بروما. المحكمة الدستورية تقرر حجز دعويي حيل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لجلسة الثاني من يونيو المقبل. نائب رئيس الوزراء التركي يعلن القبض على 9 أشخاص مشتبه في ضلوعهم بتفجيرات الريحانية. وإلى حضراتكم التفاصيل والبداية مع أخبار الكنيسة، حيث قام قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بتدشين أول دير قبطي بإيطاليا، وهو دير السيدة العذراء مريم الموجود بالعاصمة الإيطالية روما. وشارك في التدشين نيافة أنبا بخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ونيافة أنبا برنابا أسقف روما، ونيافة أنبا رافائيل الأسقف العام سكرتير المجمع المقدس، وعدد من كهنة الكنائس القبطية بأوروبا. وشارك في القداس عمرو حلمي سفير مصر لدى إيطاليا. وتحدث البابا تودروس في كلمة للشعب القبطي بإيطاليا عن محبته العميقة لهم، وكانت العظة التي ألقاها قداسة البابا بعنوان أحد توما بمناسبة الأحد الأول عقب عيد القيامة المجيد. وإلى الشأن الداخلي، قررت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم حجز قضيتي دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى ومعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور للحكم بجلسة الثاني من يونيو المقبل. نتابع محاضراتكم المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. في جلستها المنعقدة اليوم قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة حجز قضيتي دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى ومعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وأيضا حجز أحد الطعنين على قانون الطوارئ للحكم بجلسة 2 يونيو المقبل. المحكمة استمعت لمرافعة المدعين بالحق المدني والدفاع في الدعوى المحالة من المحكمة الإدارية العليا بخصوص مجلس الشورى، حيث أكد المدعين بعدم دستورية قانون مجلس الشورى استنادا للمادة 7 من الإعلان الدستوري والحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، حيث أن المجلسين انتخب بناء على نفس القانون وبالتالي يتم حلهما. المحكمة نظرت أيضا الدعوى المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن الفصل في مدى دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر من الرئيس محمد مرسي فيما يخص معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد للبلاد، وأيضا طعنين ضد القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ، حيث أن الدعوين تطالبان بالنظر في مدى دستورية قانون الطوارئ الذي يتم تفعيله عند رغبة الحاكم في فرض حالة الطوارئ بأية منطقة بالبلاد، وتدفع بعدم دستورية القبض والتفتيش المنصوص عليهما في قانون الطوارئ دون إذن قضائي. قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال نجلاء الرئيس السابق حسني مبارك و7 مسؤولون آخرون بمجلس إدارة البنك الوطني إلى جلسة 9 من يونيو المقبل. جاء قرار التأجيل لتقدم النيابة نتائج ما توصلت إليه من تحقيقات تكميلية في البند الأخير من أمر الإحالة ولسماع شهود الإثبات، وأمرت النيابة بإرفاق قرارات الحبس الاحتياطي الخاص بالمتهمين نجلي مبارك وتقديم نماذج الحبس الخاصة بهما. جدير بالذكر أن المتهمين بالقضية يواجهون اتهامات بإهدار المال العام وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد. قرر المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا حبس 2 من المتهمين المرتبطين بتنظيم القاعدة الإرهابي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة. والمتهمان هما محمد عبد الحليم حميدة صالح ومحمد مصطفى محمد إبراهيم بيومي.
كما قرر المستشار القرموط اتخاذ إجراءات احترازية ضد المتهم عمرو محمد عقيدة تتمثل في إلزامه بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. وكشفت التحقيقات أن المتهمين المذكورين كانوا يخططون لارتكاب جرائم عدائية داخل مصر تتمثل في استهداف العديد من السفارات الأجنبية. بدأت اليوم فعاليات مؤتمر التطبيقات العملية للسكوك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بحضور الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية والدكتور عبد العزيز الهنائي نائب رئيس البنك الإسلامي ممثلا عن مجموعة البنك وبمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين بآلية السكوك. وقال الدكتور فياض خلال المؤتمر إن إتمام توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4,800,000,000 دولار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، مضيفا أن الوزارة لن تقف حجر عثرة أمام توفير أي خدمة للمواطنين. وإلى أخبار البورصة، حيث سجل رأس مالها السوقي للأسهم المقيدة ارتفاعا قدره 1,700,000,000 جنيه، وذلك وسط أجواء إيجابية سيطرت على المستثمرين نتيجة وصول الدعم القطري لمصر ب3 مليارات دولار إلى البنك المركزي. وعلى صعيد المؤشرات القياسية، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.78%، بينما ارتفع مؤشر EGX20 بنسبة 0.24%، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 بنسبة 0.11%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.35%. قال الدكتور محمود الزهار القيادي البارز في حركة حماس إن وفدا من حركته سيتوجه إلى القاهرة اليوم لبحث ملف المصالحة الفلسطينية المتعثرة منذ أشهر. وشدد الزهار على موقف حركته بضرورة العمل على تطبيق المصالحة رزمة واحدة وإجراء انتخابات متزامنة للمجلس التشريعي ومنظمة التحرير كمفتاح لحل الأزمة بين حركته وفتح، وجدد اتهامه للسلطة الفلسطينية بتعطيل المصالحة بسبب ارتباطها بموقف الولايات المتحدة الرافض لإنهاء الانقسام بين حركتي حماس وفتح. أجرى وزير الخارجية محمد عمرو اتصالا هاتفيا مساء أمس بنظيره التركي أحمد داود أغلو، أعرب خلاله عن تعازي مصر حكومة وشعبا للجانب التركي وأهالي ضحايا التفجيرات التي ضربت مدينة الريحانية. ومن جانبه أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في بلدة الريحانية بإقليم هاتاي التركي. وذكر بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن بان كيمون يأمل معرفة الجناه وتقديمهم للعدالة على وجه السرعة. كما أدان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التفجيرات المروعة التي استهدفت بلدة الريحانية في جنوب تركيا قرب الحدود مع سوريا. وفي سياق متصل، ألقت الجهات المختصة التركية القبض على 9 أشخاص يشتبه بضلوعهم بتفجيرات الريحانية. يأتي ذلك بالتزامن مع اتهام تركيا دمشق بالوقوف وراء تفجير سيارتين مفخختين في بلدة الريحانية. وقال نائب رئيس الوزراء التركي بشير أتالاي إنه تم القبض على 9 أشخاص مشتبه في ضلوعهم بتفجيري الريحانية أمس. من جانبه أعلن مسؤول سياسي تركي أن حصيلة تفجيري الريحانية جنوب تركيا قرب الحدود السورية ارتفع إلى 46 قتيلاً و100 جريح. أعلن المتحدث باسم الجيش الفلبيني أنه تم اليوم الإفراج عن جنود حفظ السلام الفلبينيين 4 الذين خطفوا على هضبة الجولان السورية المحتلة. قال المتحدث إنه تم الإفراج عنهم وتسليمهم إلى الكتيبة الفلبينية في الجولان.
وأوضح أن هؤلاء الجنود العاملين في إطار قوة مراقبة فض الاشتباك على الجولان في صحة جيدة. وكان مقاتلون سوريون خطفوا 4 جنود فلبينيين من موقع مراقبة في هضبة الجولان بعد 2 شهر من خطف 21 مراقبا فلبينيا آخرين للأمم المتحدة في المنطقة نفسها، تم الإفراج عنهم بعد 3 أيام. ومن ناحية أخرى، عاشت مدينة دمشق هدوءا نسبيا الليلة الماضية وإن كان مشوبا بالحذر، ولم يصدر إلا القليل من أصوات القصف العنيف التي اعتاد السكان سماعها على مدار الليل وحتى الصباح. وميدانيا، أفاد نشطاء سوريون مقتل 16 شخصا بنيران القوات النظامية اليوم، معظمهم في حلب. من ناحية أخرى، قال مصدر عسكري إن قوات الجيش النظامي ألقت منشورات تحذيرية لسكان مدينة القصير بريف حمص والتي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بوجوب مغادرتها، محذرة من هجوم وشيك حال عدم استسلام المسلحين. عقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى، وذلك بناء على طلب الرئيس الفلسطيني وبحضور نبيل العربي أمين عام الجامعة. وأكد العربي أن اعتقال مفتي القدس لعدة ساعات أمر غير مقبول، مشددا على أنه لابد من اتخاذ موقف حاسم وفعال من قبل الجامعة العربية. ورأى العربي في كلمة افتتاحية له في اجتماع الجامعة العربية أنه على مجلس الأمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين، وعليه إطلاق حراك جديد لإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها. وإلى باكستان، حيث أظهرت نتائج أولية للانتخابات العامة التي جرت بالبلاد أمس تقدم حزب الرابطة الإسلامية والذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نواز شريف على منافسيه بنسبة تؤهله إلى رئاسة الحكومة للمرة الثالثة في تاريخه. ووفقا للنتائج الأولية غير الرسمية، فإن حزب حركة إنصاف بزعامة عمران خان يأتي في المركز الثاني، بينما حل حزب الشعب الباكستاني الحاكم سابقا بزعامة الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ثالثا، في وقت فشلت الأحزاب الدينية في تحقيق مكاسب كبيرة. وفي الأثناء، قالت المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة الاقتراع في الانتخابات بلغت 60% لتكون أعلى نسبة مشاركة تصويتية منذ أكثر من 30 عاما، وأن النتائج النهائية ستظهر في وقت لاحق اليوم. وإلى جولتنا الرياضية، حيث يلتقي مساء اليوم فريقا مصر المقاصة ووادي دجلة بالجولة 14 للدوري الممتاز في مباراة صعبة نظرا لرغبة كلا الفريقين تحقيق نتيجة إيجابية لتحزين مركزهما بالمسابقة. في المقابل، يستضيف الأهلي نظيره حرس الحدود باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات المجموعة الأولى بالدوري في لقاء ثأري بالنسبة لأصحاب الرداء الأحمر، نظرا لانتهاء مباراة الدور الأول بفوز تاريخي للفريق العسكري بثلاثية نظيفة. يدخل الأهلي اللقاء متربعا على قمة المجموعة برصيد 17 نقطة بمعنويات مرتفعة بعد إسناد المهمة لمحمد يوسف، في الوقت الذي يحل فيه الحدود في المركز الرابع برصيد 16 نقطة ساعيا للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء. وإلى الرياضة العالمية، حيث تستأنف اليوم منافسات الأسبوع 35 بالليغا الإسبانية، حيث يلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد، ويتحتم على البارسا تحقيق الفوز في هذه المواجهة من أجل حسم اللقب من قلب العاصمة مدريد، حيث أحرز فريق برشلونة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 22 في تاريخه بعدما تعادل غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني مع مضيفه أسبانيول بهدف لكل منهما. ويتربع برشلونة على صدارة الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة متقدما بفارق 8 نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني. وبفوز برشلونة على أتلتيكو اليوم سيتوج الفريق بطلا للليغا قبل 3 أسابيع على نهاية الموسم. وختاما إلى نشرتنا الجوية والتي نستعرض من خلالها أحوال الطقس غدا كما يتوقعها خبراء الأرصاد الجوية.
حيث يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، ويصاحب ذلك نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على شمال ووسط البلاد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق واضطراب حركة الملاحة البحرية. أما عن السحب المنخفضة والمتوسطة فتكون متكاثرة على شمال شرقي البلاد، ويصاحب ذلك سقوط للأمطار على الساحل الشمالي لسيناء. وإلى حضراتكم بيان بدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة والعظمى غدا على مختلف أنحاء الجمهورية. القاهرة الصغرى 19، العظمى 34، وادي النطرون 16-28، الإسكندرية 18-28، مطروح 17-25، طنطا 22-34، المنصورة 16-30، دمياط 18-30، بورسعيد 18-29، الإسماعيلية 17-35، السويس 18-35، سانت كاترين 14-27، شرم الشيخ 24-37، الغردقة 23-36، المنيا 18-36، أسيوط 18-37، سوهاج 19-37، قنا 22-37، الأقصر 23-37، وفي أسوان الصغرى 26، العظمى 38. وبذلك نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، شكرا لكم. هذا البرنامج برعاية